إذن هذا اليوم هو يوم مميز نحتفي به بإبداعات المرأة في ولاية سكيكدا في جميع المجالات والطبوع. لأجل ذلك سطرت دار الثقافة العديد من المعارض الخاصة بالحلويات واللباس التقليدي والديكور والأشغال اليدوية. شاركنا بأطباق تقليدية وعصرية باش نبرزوا المرأة الجزائرية خاصة على واش راهي قادرة تخدم. هي في طبيعة الحال المرأة في جميع المجالات، مجالات ثقافية، رياضية، فنية. أيضا هذه المعارض تستمر إلى غاية 12 من شهر مارس. هذا فضاء مفتوح لجميع الزوار من أجل النظر والاستمتاع وأيضا شراء بعض ما يجدونه مناسبا هنا بدار الثقافة. يعني جداتنا كما يقولوها ناس بكري خلونا تراث كبير، يعني كي نتفكروا واش كانوا هما يديروا مقارنة لهم هما. احنا عندنا أشياء مسهلة بزاف وهما كانوا كل شيء يصنعوه بيديهم. حاولنا من خلال هذا البرنامج الثقافي تسليط الضوء على المرأة السكيكدية وإبداعاتها، وإذا هي كل عام وهي بخير.